انا مسؤول عن كلامي، بس ارجوكي انا ما قطعتكيش، مش هقطعك، ما تقطعينيش. انا قلت برضو ليا زي ما قلت، الحرب ليست على سوريا، الحرب في سوريا ستكون. برضو ليا قول قديم من بدايه الاحداث في سوريا، وقلت لو تنحى، لو تنحى انا هخونه، انا هخونه، هقول له انت خائن. ليه؟ لو تنحى زي زين العابدين او هرب، وكان عنده الفرصه كتير. بصي انا رئيس الجمهوريه العربيه السوريه، لا انا مستفيده منهم حاجه ولا انا ليا مصلحه، بالعكس انا ده جانب الحقيني بيه. هقول لك انا ما حدش يزايد عليا نهائي، انا اكتر واحده، اكتر ما لم يعد هناك شيء اخسره يا لميس غير تمسكي بقناعتي وبرؤيتي، وان ما بانتش النهارده وهي اتضحت لي كتير هتبان للباقيين من العميان. طب خلينا نرجع بس، لو تنحى ما هقول لك لخونتيه ليه؟ طبعا لو تنحى لخونتيه طبعا، ده كان مطلب كثير من الشعب السوري. لا حبيبتي، وانا مش هقول كل الشعب، هقول لك كثير من الشعب. لا 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 قالها هيكل معاكي، انا فاكره ومذاكره كويس. قال لك ثوره لم تخرج في العاصمه وفي المدن الكبرى موجود، موجود حديثك مع الله يرحمه العظيم هيكل، ليست بثوره. ده مبدئيا خليني بس ليه انا اخونه؟ اذا كان النهارده الاكراد ابتدوا يطالبوا بدوله، ابتدوا يطالبوا بدوله، اذا انت عندك فكره ولا لا؟ ما عارفه طبعا. لو كان تنحى تاني يوم كان سوريا مهيئه للتجزئه والتقسيم لاكثر من دويله، الدولة السنية معروف، أنا مش أنا مش بنظم، وهي دلوقتي مش مهيئة للتقسيم يا أبدا. أتحداكي سوريا الآن ليست مهيئة للتقسيم. لا لا لا، إذا كنت أنت بتتابع، إلا إذا كنت بتتابع الجزيرة أو بتتابع. لا أنا ما بتابعش الجزيرة، أنا يعني أنا خليني أكمل بس. أنا سوريا دلوقتي مش مهيئة للتقسيم؟ لا سوريا دلوقتي لسه دولة موحدة؟ نعم، ده الجيش بيقول لك حرر واحتل وحاجات كده. اه ده بالمناسبه يعني انا ما اعرفش اعلامي، اعلامي كبير مش هقول اسمه، هو يعني اعلامي مخضرم يطلع يقول لك وهذا وقد، والجيش السوري، الجيش العربي السوري احتل بنجاح، احتل بنجاح جزء من مدينه تدمر، يعني زي ما اقول لك، والجيش المصري اللي هو الجيش الثاني العظيم المصري احتل بنجاح جزء من سيناء. حبيبتي يا لميس انا ما قطعتكيش، انا فهمت وجهه نظري، خليني ارد. اتفضلي. انت عندك هنا في مصر، في مصر هنا عندك هنا نزاع، لكنه في النهايه سيطرتي عليه بين ملتين، ومش هقولهم هم ايه. كم مله عندك هناك؟ كتير، التركمان والشراكسه والاكراد والعلويين والشيعه واليزيديين والبهائيين وال كم مله كانت سوريا جاهزه، جاهزه تماما زي ما كانت الانفاق محفوره من 2004 يا حلوه، من 2004 بالتعاون مع قطر وتركيا، وكانت مجهزه تماما بالاسماء، وده شيء مش مخفي. انا نزلت مساومه الجزيره ليا، ونزلت تسجيل صوتي على اليوتيوب وهم بيساوموني على ابويا، واللي انت عايزاه نطلعهم لك، لانه لما خدوا اعتقلوا، لما اسروا ابويا قصه تانية، عشان كده بقول لك ما حدش زايد عليا. سوريا كانت مهيئه، انما تقولي لي، طب انا اقول لك على حاجه، سوريا غير قابله للتقسيم، وبيفتكري بعد كل ده اللي هو كل ده، ده ما بقى هو بقى في حاجه يعني العمار الحجر نصلحه، نصلحه البشر حاجة. البشر موجودين، موجودين جزء منه. اسمحي لي بس، كل اللي ماتوا دول مات. الله، ما انت لازم تدفعي الثمن، انت في حرب. انت بتدفعي ثمن ايه؟ ثمن بقاء بشار الاسد. لا يا حبيبتي، هو ده الثمن، ثمن بقاء بشار لا الاسد. لا لا، ده وجهه نظرك. لا انا انا بقول لك وجهه نظري الثانيه، انا مش ارجو ان تنتقي بس. فضل. يا انت اعلاميه محايده المفترض تبقي، فبلاش انا لازم اقول لك وجهه النظر الاخرى. لا، وجهه النظر الاخرى دي انا عارفاها، دي وجهه النظر الاخرى، اردوغانيه جزيريه قطريه صهيونيه، مش شايفه ان الشعب بلاش السوري، تتبني. مش شايفه ان الشعب السوري بيدفع ثمن بقاء بشار الاسد؟ لا حبيبتي، بيدفع ثمن ايه؟ الشعب السوري بيدفع ثمن حرب اقليميه دوليه على الارض السوريه.